إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. حبايبي بريبوان، فيرست تيرم، أول درس هتدرسه في الجيومتري 2022 عندي حاجة اسمها كونسبتس. يعني يا مستر؟ يعني حاجات بيزك، اساسيات. طب ايه هم يا مستر الحاجات اللي انا عاملها كده؟ بص كده، انا بحاول اوفر في الوقت. لو حد عمل لك كده تفتكر دي كولد يعني تسميها ايه؟ بوينت. شكرا. معقوله يا مستر البوينت دي اساس؟ دي اساس لكل حاجه. ازاي؟ تعال بس الاول اكلمك عليها واعرفك عليها. البوينت ريد او رايت والليتر، فممكن تبقى ايه؟ فعشان هي والليتر يعني ملهاش سيمبل، ملهاش رمز. طيب ادي اول حاجه. هل يا مستر البوينت دي اقدر اجيب الرولر واعمل لها ميجر اعرفها اللينث بتاعها ايه؟ شكرا. يبقى انا كل اللي عايز اعرفه عن الغلبانه دي ان هي والليتر ونو بس. باي باي. تعال بقى نشوف دي ازاي عملت دول. بص يا حبيبي، بوينت 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 بوينت، سيت اوف بوينتس، مجموعه من النقط عملوا لي ايه؟ شكرا. اللاين دي ميزت نفسها. يا مستر انت مش قلت هنا في بوينت وكمان هناك في بوينت؟ تعال بقى نقول حاجه جميله، دي ممكن اديها اسم Start point. حاجة ليها start و end، أقدر أعرف لها length؟ أروح جاي أقول تلات نقط إن اللاين سيجمنت عندها start point وعندها حلو الكلام، والحاجة اللي عندها start و end has length. خد بقى المفاجأة. طب يا مستر دي لو عايز اقراها او اكتبها ريد ورايت، قال لي خلاص ناخد الستارت والاند، يبقى هقول اي بي. طب عايز اميزها ناخد السيمبل شكلها. طب اسال سؤال، هل ينفع اي بي تبقى هي بي ايه؟ ايوه، اصل دي تنفع ستارت وتنفع اند. طب هل لو جيت قلت لك اي بي تبقى ايكوال بي اي، رايت اور رونج؟ رايت. شكرا. بس كده؟ هو ده اللي انا عايزك تعرفه عن اللاين سيجمنت. تعال بقى ندخل على حاجه ثانيه، الشكل ده او ده. اي حاجه ليها الارو واحد بس ري. الحاجه اللي عندها ارو يبقى دي عامله اكستنشن، عامله اكستنشن يعني ممتده. طب ليها انت؟ تعال بقى نسرق من هنا يا عم الري، انت عندك ستارت؟ يبقى الراجل ده عنده ستارت بوينت. طب عندك انت؟ شكرا. والحاجه اللي ملهاش اند تنفع عندها لينث؟ نو. استنى بقى في اللي جايه، انت قلت لي دي تو ليترز، طب والري؟ برضو تو ليترز، بس لازم اخد مين؟ الستارت. يبقى انا هقول له ايه واخد اي بوينت. بص بقى، يعني انا هنا لو قلت اي سي ينفع؟ ماشي من ايه والدايركشن اتجاهه رايح للسي، يبقى انا ممكن اعمل كده واسرق الفورم الشكل بتاعه، فاروح رايح بقى اسال السؤال، هل اي بي ينفع هو هو يبقى بي ايه؟ نو. يبقى يا مستر دول doesn't equal، دول not equal. عارف ليه؟ لان اي بي الدايركشن رايح لبي، لكن بي ايه الدايركشن رايح، فطبعا doesn't equal. بنفس الطريقه عنده اتنين او اتنين ارو، يبقى عنده اكستنشن من الرايت واكستنشن من
يعني اللاين سيجمنت دي عملنا لها اكستنشن من التو سايدز، عملت لي ستريت. تعال نغش من هنا، يبقى الراجل ده عنده ستارت بوينت. شكرا. طب عنده انت. طب والحاجه اللي ملهاش ستارت او انت. ايوه كده. طب بص بقى المفاجاه. طب يا مستر ينفع الاي بي اكتبه كذا لتر ولا برضو تو؟ الستريت تو ليترز ويسرق الشيب بتاعه شكله. طب هل الستريت اي بي هو هو بي اي؟ اقول له ايوه، عشان هو رايح جاي رايح جاي. بص كده، ادي الكونسبتس البيزك الاساسيات اللي هشتغل بيها على الجيومتري. حبايبي تعالوا كده نشوف ازاي بنطبق by using the four symbols دول belong not belong subset not subset على الكونسبتس. بمعنى ده one letter point وده straight point to point. يا مستر استنى، الحاجات دي كنا بندرسها math يعني algebra. زمان لو انا جيت كتبت هنا 5 ومشيت وعملت كده وحطيت 5 او حطيت 5 و7 و6، ده نقول عليه element. يبقى البوينت كانها element عشان حاجه واحده. وكنا بنقول لما يبقى element using يا belong يا not belong. شكرا. طب انت belong لو كانت ال5 exist موجوده، لو ما كانتش موجوده not belong. هنعيد نفس الكلام بس في الجيومتري. دي اسمها ايه؟ ستوب. اروح رايح على البي دي، ادي البي دي اهو اهو. يا سي انت في اخر الشارع، انت مش دروين عليه، انت مش موجود عليه، يبقى نختار بيلونج ولا نوت بيلونج. شكرا. طب اسال سؤال، ليه ما قلتش نوت سبست؟ عشان انت بوينت بس. خلاص بنفس الطريقه ام بوينت، يبقى انا هلعب مع دول. اي سي اجيب قلم اهو. يا ام انت دروين عليه. شكرا. يبقى بنفس الطريقه. فكر انت ومش هجاوب، اروح بالقلم اهي. C-A. كل ده يا دي انت دروين عليه؟ لا. يبقى not belong. طيب بدأنا نكبر. two letter line segment او ray او خد يا عم المفاجأة دي، عملت لك هنا straight وكمان هنا straight. يلا ان شاء الله ما حد حوش. لو لقيت two letters لاين او ري او ستريت لاين، يبقى نشتغل مع مين؟ شكرا. وبرضه هنتعامل بجزء بجمله جميله اسمها هو بارت منه ولا لا، هو دروين عليه ولا لا. مش فاهم كلامك يا مستر. ام ايه؟ تاخد حضرتك قلم بنسل وتعالى نروح على الرسم اللي مديها لك. ام ايه؟ ادي ام ايه. CA انت ستريت لاين، يبقى اكستنشن. ادي يا مستر كل ده. يا خالته ام ايه؟ انت بارت منها؟ انت دروين عليها؟ طب اختار ايه؟ سبست. طب ليه ما قلناش بلونج؟ انت مش بوينت، انت تو بوينتس، فبقيتي جروب، بقيتي ست. بنفس الطريقه بي ام. استنى اروح على الرسم، اشيل الشخبطه القديمه واشتغل شخبطه جديده. بي ام بي ام. ادي يا مستر اهي، شخبط والعب. اي سي. ادي اي سي. يا خالته بي ام انت بارت منها؟ حته منها. طب مرسومه عليها؟ يبقى نختار ايه؟ بنفس الطريقه. شايف ده ايه؟ وده ستريت. مش ملاحظ حاجه؟
سي اي يعني جاي من هنا ورايح كده، ده ستريت رايح جاي. اختار ايه؟ شكرا، يا ريت ما تناموش مني. تعالى ده ام اي ستريت لاين، ادي ام ودي اي، بس عشان هو ستريت عنده اكستنشن من تو سايدز، والسي اي ستريت لاين، يبقى انا دلوقتي اختار ايه؟ شكرا. طبق وعيد وزيد، جزء سهل جزء فيه ما تخافش وتتخض منه.